السلام عليكم مرة ثانية. تعالى دعوني أشكر صلى الله عليه من أحقيق الرام ربنا من جهلي أنا لم أسمع عنه من قبل، ومن حظ الطيب إن دعيت اليوم وسط أخي وحبيبي وصديقي أخويا الكبير اللي الكل بيحبه الأستاذ ذهب، اللي احنا بنقول له عم ذهب أبوان ذهب، وأنا أظن الكراسي الفاضية دي هو رحمكم من دعوة بعض الناس، اللي هو لو دعا ناس باسمه فقط كان هيبنى المكان ده الشارع بره اسمه بس. احنا بنحط الخطه عشان اللي يشوف يجي. ايوه. انا كنت في عيادتي لما وصلني الدعوه كنت عدد بقى فعلا الساعه 9 بالليل، لكن قلت له والله لو كان ورايا ايه اجي العم دهب، وهو يا رب دايما بصحه وعافيه عشان يفضل على طول منورنا. انا بحب الراجل جدا وهو يستحق الحب مش بشكل فرد مني. فعلا. الحاجة الثانية هو الموقف ده اسمحت لي بكتير بالظبط، وهو عارف ان انا ما بنكورش يعني. اولا انا طبيب وعضو نقابة الاطباء وعضو اتحاد الكتاب وعضو اتحاد الناشئين وعضو مجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي وعضو كذا مكان تاني، ولكن افخر بما اعرفهم ويعرفوني من المكان الفيزيكي، لان كما يقولون باللغة الانجليزية people makes difference، واحد بيجي للإنسان. أنا لو سألون عافية دعاني ربما ما فيش، لكن مجرد إن عم ذهب دعاني جيت. إحنا بس. فدائما الإنسان هو اللي بيصنع الفارق. الإنسان هو اللي بيصنع الفارق. أحيانا بتروح مكان عشان تحبه في شخص. وأحيانا ما بتروحش مكان لمجرد إن في شخص ما أنتش عاوز تشوفه. أنا أمارس الأدب قراءة وكتابة منذ ما هو أصغر فيه، لكن لم أتفاعل مع الأدب بشكل تواجد وتفاعل إلا بفعل أشخاص ولادة من أصدقائي الذين أدين لهم بكثير من الفرق في العربية في الدنيا، ويصبح لي مكان في الوسط الأدبي أو أدعي ذلك أو أتمنى ذلك. عاوز أقول إن كنت من زمان أفكر معنى إيه الثقافة، من هو مثقف عشان انتمي لوسط ثقافي عشان ادعي نفسي ان انا من ضمن النخبه الثقافيه. كان شيء يقربني بشكل شخصي، انا امارس عملي طبي وامارس عملي ادبي او هواياتي الادبيه التي تلحق الانسان، هوايه تلحق الانسان باي شكل، اديب، طبيب، كاتب، عازف، رسام، موهبه تلحق الانسان. فكان ما يشغلني بشكل شخصي من هو المثقف. للأسف الشديد وجدت إن كلمة تعبير المثقف كلمة يختلف عليها الناس حتى لا يسقط نفسه في نقرة أو نقطة في الضعف وتظهره إنه غير مثقف، زي الإرهاب، تلاقيهم بيدوروا حول الإرهاب ولا يوجد لها تعريف واحد عشان ما يقعش لا يسقط عليه تعريف يبعله إرهابي أو عشوائي، تلاقي يدور في تعبيرات كثيرة لا يوجد إجماع عليها كي تبعد عني الشك وافتكر المعنى مفهوم. فكلمه مثقف كانت بالنسبه لي انا لا هو المثقف، ووجدت تعبيرات كثيره وتعريفات كثيره ابعدتني عن ما يرضيني، يعني شايف ان في شيء ناقص، لغايه يا صديقي الدكتور محمد الشافعي تعرفون رئيس بنك التحرير المتنقل السابق كان عامل لقاء مع محمد حسن الهيكل رحمه الله عليه الكاتب الكبير، أنا أحبه جدا حتى لو الناس اختلفت عليه أنا أحبه الشخص، ولكن تعبير للمثقف أنا شخصيا أرضاني جدا. المثقف هو لديه من العلم والعمل ما يستطيع أن يفيد به الآخرين، يعني شرط أساسي أن لديه ما يعطي، وشرط ثاني أن يعطي فيفيد الآخر. أجد كثير من الناس الوسط الثقافي، وهذا الرجل الطيب جعل واكبر مني علاقه بهم، كثيرون من المثقفين يعني مهملين اقول دكتور مثلا كمثال، شعراء ولا يرسلون العربيه، شعراء ولا يرسلون العربيه، ويسيء ما ارتضى لنفسه ان يحسب عليه النقطه دي حتى لو كان عاميا، هو الثقافة العربية اللغة العربية ستعطيه القوة في العربية يهملها، أنا ما بقولش إن هو يجب يهملها، ولكن ليه ما يقويش نفسه بالعربية؟ ليه هذه
المحافل والجمعيات والغني تحتوي الناس اللي تنتسب إليها وتعلمهم كيف ينطقون العربية أو يصمتوا أو يحسنون لديهم الموارد أو الأستاذة رواد فممكن تبكي الناس اللي موجودين القائها الجميل جدا رائع وآخر يستطيع أن يبهجني بما يقول ولكن هي النقطة دي كيف نكمل بعضنا البعض أنا شاعر أنا كاتب ولكن أضرب لك مثال وأكرم عيشة أصدقائي تعرف الاسم كتير نسميه شاعر الصورة إن الجزء اللي يفهم فيه قدر يستخدمه في أن يفيد الآخرين ويجمل هذه الموهبة فسميناه أطلقنا عليه في وسطنا شاعر الصورة وهناك أسماء كثيرة أوصي فقط إن كل من لديه شيء يحاول يعطيه الآخر وتعلم كيف يقدره مش عيب ابدا ان هو يفضل يتعلم انا عندي الفكره من دخل الكلام الدكتور طارق عنده 60 سنه والى الان احضر محاضرات فقط من باب التعلم متشكر جدا هذه الفرصه الطيبه واتمنى نلقاكم على خير ما شاء الله عليك يا دكتور انا عايز اقول يا استاذه رباب الدكتور امير الشب هو روائي ومؤلف كتب هو بس ما قالش الحته دي وناقشنا وحضرنا مناقشة رواية لي في رابطة الأدب الإسلامي العالمية اللي في عابدين وكانت أمسية رائعة وإن شاء الله هنستضيفه هنا ونعمل له ليلة خاصة يا باشمهندس عوض نناقش بعض رواياته ليه شرف نعرف إذا الزهر إحنا أولاً تقييم ومقامة تجربة كلها وليك مغرفة وفي يقين مننا لأي اختيار ليك يعني. أكيد طبعا بشرف للدكتور ودايما ادعي عشان هو مش هيجي من صناعة الأدب.